هو يوسف بن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قال عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وكان يوسف عليه السلام له 11 أخا، وكان أبوه نبي الله يعقوب يعطف عليه وعلى أخيه بنيامين أكثر من بقية إخوته. ولماذا يا جدي؟ ذلك لأن يوسف وأخاه كان أصغر أبنائه. وذات ليلة رأى يوسف في منامه رؤيا عجيبة فقصها على أبيه، فازداد حب يعقوب لابنه يوسف. وماذا رأى يوسف عليه السلام؟ لقد رأى في منامه 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. إنها حق الرؤيا عجيبة. نعم يا كريم، ومنها فهم يعقوب عليه السلام أن ابنه يوسف سيكون له شأن عظيم، لذا طلب منه ألا يخبر أحدا من إخوته بهذه الرؤيا حتى لا يحسدوه فيفسد الشيطان ما بينه وبين إخوته. وهل كتم يوسف رؤياه عن إخوته؟ نعم، لكن إخوته شعروا بحب أبيهم الزائد ليوسف فازدادت غيرتهم. ألا ترون أن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا وأقرب إلى قلبه؟ نعم، ولست أدري السبب لهذا الحب الذي يفوق حبه لنا. ألسنا أكبر من يوسف وأخيه؟ ألسنا أشد منهما قوة وأكثر حنكة؟ ألسنا القائمين على مصالح أبينا الدائبين على خدمته؟ فلماذا يخصهما دوننا بكل هذا الحب؟ إذن نذهب إلى أبينا ونسأله عن سر تفضيله ليوسف وأخيه علينا. لن يفيدنا ذلك، فحبه ليوسف لن ينقص ولن يتحول إلينا، ومدام يوسف على قيد الحياة فستظل له هذه المنزلة في قلب أبينا. لا أرى حلا لهذه المشكلة إلا بقتل يوسف. نقتله ثم نستغفر الله ونكون بعدها من الصالحين. لا لا يا إخوتي، إننا أبناء نبي الله يعقوب وأحفاد إبراهيم خليل الرحمن، ولنا عقل ودين، والقتل جريمة تغضب الله، كما أن يوسف غلام بريء لم يرتكب جريمة يستحق عليها القتل. ولكن إذا أصررتم على التخلص منه فألقوه في البئر يلتقطه الناس عندما يرونه، وبذلك نكون قد تخلصنا منه دون أن نقتله. وإذا سألنا أبونا عنه فماذا نقول؟ نقول أكله الحق. هذا رأي سديد. وبالفعل قام إخوة يوسف بإلقائه في البئر بعد أن نزعوا عنه قميصه الذي لطخوه بالدم الكاذب، ثم ذهبوا إلى أبيهم بالقميص وهم يبكون، وأخبروه أنهم ذهبوا يتسابقون وتركوا يوسف يحرس متاعهم، فجاء ذئب وأكله ولم يبق منه سوى قميصه. فنظر يعقوب عليه السلام إلى القميص فوجده سليما لا خدش فيه ولا تمزيق، فأكد أن الذئب لم يأكل يوسف. يا ذئب يوسف مهلا، فالله يقصد أمرا، أنت البريء فصبرا، فجد بالعسر يسرا، يا ذئب يوسف صبرا. قالوا أكلت ابن الكريم، والله مطلع عليم، يهدي الصراط المستقيم، لا يرتضي نصر اللئيم. هل صدق الأب منهم؟ لا بل فوار عنهم، إلا بقول واكتفى، صبرا جميلا
ذئب النجاة يا ذئب وارضى بالفلاة. إذا فأبشر بالنجاة يا ذئب وارضى بالفلاة. إني بريء إنما أبكي لأني متهم بجريمة أنفيها عني. لو كنت مشتاقا إلى صيد ثمين هل كنت آكل يوسف أمر مشين. فالصيد موجود وكل حيلة إني سريع ماهر والصيد فني. لقد نجى الله يوسف عليه السلام من البئر واشتراه عزيز مصر، فعاش يوسف معه فترة طويلة تعرض خلالها لعدة محن وابتلاءات، لكن الله عز وجل نجاه منها وأكرمه فعين وزيرا على خزائن مصر. ثم جمع الله بينه وبين أسرته مرة أخرى، فرفع يوسف أبويه إلى جواره على العرش وخروا له سجدا، أي سجد له أبواه وجميع إخوته. فتحققت بذلك رؤيا يوسف عليه السلام. يا ذئب يوسف مهلا والله يقصد أمرا، أنت البريء فصبرا تجد في العسر يسرا. يا ذئب يوسف صبرا. يا ذئب جاءتك البشارة من مصر بستان الحضارة، قد صار يوسف بالصدارة فعلى بها عرش الإمارة. يوسف الصديق يرنو ابتسم يا بنيامين، قد غفرنا ما صنعتم إذ أتيتم نادمين. من سوى الغفار يعفو ذاك رب العالمين. لك شكري يا إلهي يا إله العالمين، لك قصدي واتجاهي مظهر الحق المبين. لو يطول الظلم يوما ينتهي لو بعد حين، لك شكري يا إلهي يا إله العالمين. لك شكري.